فاتورة باهظة دفعتها الجزائر خلال الصائفة على حوادث سير وكذا حالات الغرق في الشواطئ والمسطحات المائية، مما دفع بالمراقبين إلى دق ناقوس الخطر والتشديد على ضرورة وضع حلول جذرية لإنهاء هذه الظاهرة. منذ 17 جوان من السنة الجارية، وهو اليوم الموافق لانطلاق الموسم الاصطياف لسنة 2023، إلى غاية اليوم المديرية العامة للحماية المدنية سجلت 221 حالة غرق. هذا الرقم موزع على 3 مراحل، 62 حالة منهم على مستوى السدود والبرك والمسطحات المائية، 159 على مستوى الشواطئ الممنوعة والمسموحة. وهذا الرقم نقدر نقول أنه في تصاعد مخيف ورهيب لم تسجله مصالح الحماية منذ سنوات سابقة. وبينما يتلقى المواطن وزر ما يحدث من مجازر مرورية وحالات الغرق، يرى المراقبون أن الأمر يستدعي دراسة حقيقية لشخصية الفرد الجزائري، سيما في خضم ما اعتبروه فشلا للحملات التحسيسية. نعم، وبين الحوادث المرور في الجزائر الآن تحتاج إلى دراسة اجتماعية نفسية وتحليلية لهذه الظاهرة التي للأسف تفاقمت بشكل مخيف جدا. ورغم المجهودات المبذولة، رغم الحملات التحسيسية، رغم الإجراءات الرضعية، ولكن لم تعطي ثمارها أو الأمور المنجوة منها. وبالتالي الآن من الضروري أن تصبح السلامة المرورية أولوية وطنية، وأن نتبع استراتيجية جديدة مبنية على الصرامة في طريق القانون، وكذلك على الاستثمار في العالم البشري من خلال إنشاء جيل القانون، وهذا هو الأمر المطلوب. تعكس زيادة أعداد حوادث المرور والغرق خللا حقيقيا في العملية التحسيسية، يتطلب وضع استراتيجيات من طرف الجهات المختصة لوقف هذه الظاهرة.